السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، جيت نقدم معكم اليوم واحد الوصفة طاجين بالدجاج والشوربة بالصدر. الصدر ديال الدجاج غادي نديرو به الشوربة، والفخاد والجناح نديرهم في الطاجين. المكونات ديال هذا الوصفة هذه شي حاجة ديال الفلفل الأحمر مقطع رقيق، شي حاجة ديال القرعة مقطعة رقيقة اللي سموها الكوسة، جوج حبات ديال البصلة خضراء، خيزو وباي اللي يسموه في عندنا في الخيزو والجزر، التوابل شي حاجه ديال الحانوت، شويه ديال الكمون، الخرقوم، الملح، شي حاجه ديال ماتيشا مقطعه رقيقه، الجبانه، البصله الحمراء والقزبر، اربعه ديال الفصوص ديال الثوم، وجوج الصوبه وبيبين دا يعني العامر نسموه عندنا حنا. دابا غادي نوصفو الطاجين ديالنا. درت فيه شي حاجه ديال زيت العود، درت فيه زيت العود، غادي ندير فيه البصل لان يعني خصو البصل بزاف، لان يعني غيكون اللحم فوق الفخاد ديال الدجاج بالبصل. هاد البصل هذا غادي ندير فيه شي حاجه ديال العامل، كاب شي حاجه خفيفه. من بعد ندير عليه شي حاجه قليله ديال راس الحانوت باش يشبع لنا العطور لتحت، شي حاجه خفيفه، شي حاجه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، وشي حاجه خفيفه ديال الملح لان مازال غادي نزيدو له الملح من الفوق. ونصبو الطاجين هذه، غادي نديرها في الشوربه ديال الدجاج. هادو نديرهم في الشوربه. البصل هذا غادي نديرو يتقلى، هو باش غادي ندير الشوربة ديال الدجاج. نزيدو عليه هذا الجزر، الزرودية، الخيزو،
ندير عليه شي حاجه الفلفل الاحمر والكوسه ولا القرعه خضراء حتى هما يتقلوا. ونعطيو لهم التوابل حقهم. نعطيو لهم حقهم ديال التوابل. راس الحانوت، الكمون، شي حاجة الخرقوم، واللي نسميوه هنايا في اسبانيا كوري، شي حاجة د الملح خفيفة، ما نكتروش فيه الملح لأن الصوبة ما تحتاجش الملح بزاف. ولا الشوربه. الليمونه خليتها لان الا بغيتو انا تعجبني ندير فيها نص عصير، نص ليمونه نص حامض العصير ديالو نديرو في الصوبه، ونص الاخر نديرو في الدجاج تيعطيه داك المذاق زوين ديال الحموليه. كل واحد واللي ما يعجبوش ما يديروش. وشي حاجه تسعريه رقيقه عاود الصوبه. هذا من بعدو نديروه القزبر، صدر الدجاج هو هذا، غنديرو كامل حتى يطيب، من بعد نجبدو ونفردو، نفردو بحال الشعريات، خليه تما يتخلى، هذا غادي نرميوه في الصوبة ولا الشوربة، والنص الآخر نديروه في الطاجين بصح من بعد، ما فيهش الزنين يعني ما فيهش ذوك الحبات ديال الليمون. غادي نبروبي نستافد من هذا اللحم هذا لأن تيعطي له واحد البنة ما شاء الله، من عزيز عليا الحامض طاجين. اللي عملو مخلل انا تنديرو فريش يعني ناتورال. خليها من بعد هذا كنت قلت الصوطه الشوربه ثوم الشوربه خصو تقصص يتقطع رقيق سينو تيبقى حب تيجي شويه معيق. نمشي للسلطه البصل ديالنا بدا تيتقلى، نديرو الموزلوش ولا الفخاد كيفاش ما تسميوهم على حساب المنطقه ديالنا، كل واحد كيفاش يسميهم. هاد الجنيحات وهذا ديرو فوقو شي حاجه العطريه كنا درنا البصل، نزيدو فوق الدجاج
شي حاجه ديال الكمون، وشي حاجه ديال الخرقوم. من بعد ندير فوق الماطيشه. انا ما كنستعملش بزاف الماطيشه للطياب، فقط الا بغيت نخطر شويه باش يجي خاطر المرقه ديالي. الثوم هذا عام الدجاج والخاف، التعبيق، الثوم على حسب الرغبة، لأن الثوم هو صحي بزاف مزيان. أنا ديما نطيب الدجاج ولا شي حاجة ندير ربعة ديال الصوص. نحيد الثوم هذا من فوقو، نديرو له شي حاجة البصلة، شويه لاخر نخليو الشوربه ديالنا اللي غنديروه في الدجاج، الصدر ديال الدجاج. نديرو شي حاجه ديال العامر ما درنالوش، العامر الحل، الطحون فوقها، لان كيعجبني ندير العامر انا الطحون في ساعتها، هي فيها الريحه مزيانه ما تيكونش باهت، والعامر كيكون اشكال والوان. ودابا نديرو نعملو الجلبانة فوقو، المرق. انا تنظن ما غاديش نحتاج المرقه للطاجين، لان غنملي اللي فيه تيكفي مع الماطيشه وداك الشيء غادي تكفي. نديرو له داك الليمون اللي عصرناه، ودابا نعطيو له شي حاجه ديال الملح من الفوق، لان كنا درنا الملح وصل، دابا خصنا نملحو شي حاجه قليله من الفوق اللي تيصهد الملح تتحول معاه باش تيجي هو هذاك، شي حاجه من التحت وشي حاجه من الفوق. الدجاج ديالنا هذا حتى طيب الصوبة في 5 دقائق الاخيره، عاد ندير هاد الشعريات الرقيقه، واظن صافي داكشي اللي معانا. دابا نستناو يوجد الطاجين ونشوفوا كيفاش خرج والصوبة ديالنا. السلام عليكم، من بعد نشوفوا. السلام عليكم، انا دابا نشوفوا هذا هو كيما قال كيما نقولوا حنا عندنا بالسبانيول الريزولتا دو فينال. هذه هي اخير يعني اخر المطاف، الطاجين خرج ما شاء الله. انتم تتشوفوا صوبا اللي قلت لكم درتها بالصدر ديال الدجاج ريشتو، ما شاء الله خرجت شي حاجه يعني في المشتهى. انا والمدام كاس الحليب، ها هو بصحتكم، الا بغيتوها الكاس الاخر والطاجين ها هو، مرحبا بكم. ونتمنى منكم ديروا اشتراك في القناه لدعمي ليصلكم الجديد، وعملوا الجرس
والسلام عليكم إلى الوصفة القادمة إن شاء الله.